وذكروا حجاج الأندلس خبر إخماد ثورة سيوار بن حمدون ومقتله. كان سيوار بن حمدون الألبيري القيسي قد ثار سنة 276 للهجرة بناحية البراجلة التابعة لألبيري على الحكم الأموي في قرطبة، فالتفت حوله كبرى بيوتات العرب لقتال المولدين والعجم، واستفحل أمر بن حمدون واستولى على عدة حصون واصطدم مع الثائر عمر بن حفصون وهزمه في أكثر من موقعة. وفي هذه السنة أرسل عمر بن حفصون من كمن لسوار وقتله غيلا، وبعد موته اختار العرب سعيد بن سلمان لخلافته، لكنه لم يتمكن من سد الفراغ الذي تركه سوار فانفرط عقد ثورته.